والآن أبرز ما جاء في بعض الصحف لليوم، نبدأ من صحيفة الأخبار حيث عنوان فراس الشوفي: دمشق تحتج لدى بيروت، الأبراج البريطانية تهديد لأمننا القومي. بعد سنوات من الترقب للنشاط الأمريكي والبريطاني على الحدود اللبنانية السورية، قررت الحكومة السورية توجيه مذكرة رسمية إلى الحكومة اللبنانية حول الأبراج المنتشرة على الحدود من مصب نهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة رشية في البقاع. وعلمت الأخبار أن المذكرة التي وصلت من وزارة الخارجية السورية إلى نظيرتها اللبنانية منتصف هذا الأسبوع تحمل إعلانا خطيرا باعتبار الأبراج التي أنشأها البريطانيون لأفواج الحدود البرية الأربعة في الجيش اللبناني على الحدود السورية تهديدا للأمن القومي السوري. وتفند المذكرة التهديد تحت عدة مستويات، أولها المعدات الاستعلامية والتجسسية الحساسة التي تتضمنها منظومات الأبراج والتي تسطع إلى مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتجمع المعلومات عن الداخل السوري. وبحسب الرسالة السورية فإن الناتج المعلوماتي من هذه المعدات يصل إلى أيدي البريطانيين، وأن العدو الإسرائيلي يستفيد من الناتج لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري. كما تشير المذكرة إلى حضور بعض الضباط البريطانيين إلى الأبراج. وفيما رفضت مصادر السفارة السورية في بيروت التعليق على المذكرة من دون أن تنفي إرسالها، أكدت مصادر في الخارجية اللبنانية للأخبار أنها تلقت الرسالة السورية وأرسلت نسخا منها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقيادة الجيش والمعنيين في الدولة، لكنها رفضت التعليق على فحواها، مشيرة إلى أنها سترد على الرسالة السورية بعد تبلور الموقف الرسمي. وعلقت مصادر قريبة من السفارة البريطانية بأن السفارة فخورة بالدعم البريطاني المستمر للجيش اللبناني وأفواج الحدود البرية التي ساعدت على تأمين الحماية للحدود اللبنانية مع سوريا. وعبر أبراج المراقبة تمكن الجيش من تحديد ومنع نشاطات من ضمنها التهريب من دون أن تعلق على فحوى الرسالة. بحسب معلومات الأخبار أيضا يجري التداول بأفكار لإنشاء أبراج جديدة تعزز السيطرة على الممتقة الممتدة من شمال المصنع إلى جنوبه وصولا إلى جبل الشيخ على غرار الأبراج الكثيفة المشيدة من البحر حتى عرسال، بالتزامن مع الاقتراح البريطاني للحدود الجنوبية. وقد تكون سببا دفع السوريين إلى التحرك ضد ما يعتبرونه خطرا منذ سنوات. ننتقل إلى الشرق الأوسط مع بولا أسطيح: مخاوف من انفجار اجتماعي أمني بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. بدأ اللاجئون الفلسطينيون في مخيماتهم داخل لبنان يستشعرون خطرا حقيقيا مع إعلان مديرة شؤون الأونروا دوروثي كلاوس أن أموال الوكالة لا تغطي إلا شهر مارس آذار المقبل. وبحسب مديرة شؤون الأونروا في لبنان فإنه في حال نفاد التمويل الذي يمكن الأونروا من القيام بعملياتها فإن ذلك ستكون له تداعيات جسيمة على مجتمع لاجئي فلسطين في المنطقة. واطلعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية من مديرة شؤون الأونروا في لبنان الأربعاء على المعطيات والأرقام التي بحوزتها، وأبلغت كلاوس النواب أعضاء اللجنة بأن ما تبقى من أموال لا يكفي إلا لشهر مارس فقط. وأعلن عضو اللجنة النائب في كتلة تحالف التغيير ميشيل دويهي أن اللجنة قررت رفع الصوت عاليا ورفع تقرير إلى الحكومة اللبنانية لتتحرك بسرعة لمناشدة ما تبقى من أصدقاء لبنان للمساعدة في تأمين التمويل كي لا تدخل المخيمات في دوامة الفقر المدقع والتطرف، وكي لا نعرض استقرار لبنان الهش بالأساس إلى مزيد من التوترات. ووصف دويهي الوضع بالمقلق والمخيف معتبرا أنه على الجميع تحمل مسؤولياته فورا. وتشير كلاوس إلى أن ما هو على المحك أيضا خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية وخدمات الصحة البيئية بما في ذلك إزالة النفايات وصيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار في مخيمات اللاجئين الـ 12 في لبنان. ننتقل إلى اللواء. أكدت مصادر وزارية للواء أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قائمة في موعدها، لكن الإشكالية قائمة في عرض بند المصارف والنقاش فيه، مع العلم أنه مرشح للتأجيل في ضوء اعتراض العدد الأكبر من الوزراء. وقالت أنه ربما يصار إلى تبادل الأفكار حول البدائل المتاحة في حين يبقى ملف العسكريين المتقاعدين وحوافز القطاع العام. ومن هنا فإن الجلسة اليوم قد تكون متفجرة وأن احتمال عدم انعقادها يبقى قائما إلى حد كبير. إلى نداء الوطن.
قمة فرنسية قطرية دعما للجيش اللبناني. أفادت معلومات أن القمة الفرنسية القطرية ستعقد في 27 الجاري بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وسيشارك في جانب منها قائدا جيشي البلدين الفرنسي والقطري إلى جانب قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وستركز على الوضع الأمني جنوبا وسبل دعم الجيش، وذلك تعويضا عن مؤتمر باريس الذي تعذر انعقاده. إلى الجمهورية مع عماد مرمل. هذا ما اتفقت عليه الخماسية. يؤكد مصدر واسع الاطلاع في اللجنة الخماسية للجمهورية أن خمس قواعد تحكم تحرك الخماسية في هذه المرحلة، وهي الآتية: أولا، موقفنا موحد. ثانيا، ليس لدينا مرشح محدد. ثالثا، لا فيتو على مرشح. رابعا، مهمتنا مساعدة اللبنانيين على انتخاب الرئيس وليس اختياره بالنيابة عنهم. وخامسا، الوضع طارئ ويستوجب الاستعجال في انتخاب الرئيس وبالتالي فصل الحرب في غزة عن الملف اللبناني. ويوضح المصدر أنه جرى إبلاغ القيادات اللبنانية بهذه المرتكزات، ومن ضمنها الرئيس نبيه بري خلال اللقاء الذي جمعه بالسفراء الخمسة منذ فترة. ويشير إلى أنه يتم خلال اجتماعات سفراء الخماسية فيما بينهم، والتي كان آخرها أمس الأول في قصر الصنوبر، معالجة أي فروقات في الموقف وتثبيت القواسم المشتركة التي تجمعهم للبناء عليها في مقاربة موحدة للاستحقاق الرئاسي. ويوضح المصدر أن باريس لم تتخلى عن سليمان فرنجية، بل أن جزءا من القوى اللبنانية هي التي رفضت انتخابه، كاشفا أن الرئيس ماكرون تدخل شخصيا لدى السعودية لتعاود الاهتمام ولو ضمن الحد الأدنى بالملف اللبناني. ننتقل إلى النهار. كتب رضوان عقيل لليوم: لقاء صعب بين بري ووفد الكونغرس، أوقفوا الحرب في غزة أولا. اتجهت الأنظار، أنظار المراقبين في الداخل والخارج، إلى ما حمله وفد الكونغرس الأمريكي الممثل للجنتي الخارجية والأمن في جولته على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب وقائد الجيش العماد جوزيف عون. كان لقاء الوفد صعبا مع رئيس المجلس نظرا إلى التباعد في تقييم أسباب الحرب وارتداداتها على الأرض مستقبلا، حيث لم تتمكن إسرائيل منذ أكثر من 4 أشهر من القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس ولا استعادة الأسرى، ولم يبقى أمامها إلا استعمال الورقة العسكرية الأخيرة ضد الغزاويين في رفح. ولم يخفي الوفد في نقاشه مع بري أن واشنطن لا تريد تمدد الحرب بصورة أكبر نحو لبنان، مع تركيزهم على هواجس الإسرائيليين وما تعرضوا له في قطاع غزة، فضلا عن إبداء خشيتهم من الترسانة العسكرية لحزب الله وصواريخه وضرورة ابتعاد وحداته ولا سيما قوة الرضوان عن الحدود وتحديدا من منطقة جنوب الليطاني، وأن إسرائيل وجيشها لن يقبلا باستمرار هذا المناخ العسكري في الجنوب والذي يهدد عمق أمنها القومي. ولدى إبداء وفد الكونغرس حرص أمريكا على أمن لبنان وضرورة تحييده عما يحصل في الأراضي الفلسطينية، جاءه الرد من رئيس المجلس: أوقف الحرب في غزة أولا، على أن ينسحب هذا الأمر على الجنوب. في الخلاصة، ولو أن وفد الكونغرس لم ينقل تهديدا إسرائيليا بطريقة مباشرة، لكن لسان حاله كان على طريقة أن عليكم الانتباه الشديد.